كي راكم دايرين، كي راهم الديوان تاعكم، يا ترى الديواني تاعك كاش صغار، كاش حس، كاش مقايسة، كاش تنقريش، كاش ديري اضراب ما طيب الى شفتوه. السلام عليكم، كي راكم دايرين؟ غاية توحشتكم فيديو جديد اليوم، طويلة رمضان مني كامل، شوفوا جد بسيط ولكن روعة. احنا توجور شعارنا البنة، البنة مع حنان، هذه هي. نبدأ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. رايحة نعطيكم تحلية، شوفوا سهلة مهلة جد بسيطة، ولكن نقول لخواتي تشوفوا غير سهلة ومهلة، وشوفوا جد بسيطة. بصح واحد البنة ضيفوا لها إضافة ما نحكيش لخواتاتي. الزيتون خطير، بيتكم الزيتون تاع العراس، بنة العراس تاع بكري، ماشي بريستيج لي برولي ومن ناودي. أنا نبازي توجو نبازي على الوصفات التقليدية، نخليها كيما راهي، ما نديرش بريستيج. كي نبغي ندير بريستيج نديره يعني بطريقة أخرى. بصح الزيتون التقليدي يقعد تقليدي، حيرة تقليدية تقعد تقليدية، شرب أفريك تقليدية تقعد تقليدية، وقعد تقليدي يقعد تقليدي، أيوا راكم تعرفوا. ودرت شرب أفريك، ها هي شوفوا جات، ما نحكيش لخواتاتي الكوزينة راها تعبق. الزيتون الريحة تاعه شموها من برا. العجيجات ما نحكيش لخواتاتي، عطيتهم لكم بنة الشاورما تاني روعة. أيا نبداو بسم الله، هجوم للكوزينة بسي الطابلية وتدخلي مع حنان. أيا الزيتون شوفي تشليه قبل بالماء زوج خطرات بالماء بارد، من بعد تضيفي له زوج حبات زروطية، تقطعيهم كيما هكا عشوائي، ونص قاصة تقسميها على زوج، ديري الماء بارد وديريه غلي، ماشي الماء سخون، الماء بارد. وهنايا بطاطا راح ندير عجيجات، حبات بطاطا واحد الرطل هكذاك، درتها تفور. شوفوا كي ديروها تفور وترحوها هي سخونة تجيكم مفرزة، تجي الحب كي ترحوها تجي راح مفرز، ماشي كيما من ديروها تغلي في الماء تشرب بالماء، وايضا تخلوها تغلي بزاف تجيكم شغل معلكة كي شوينغوم كيما العلك، ما تجيش شابة. وفي العجيجات ما تجيش شابة، تنحل وتجي تتكسر. دوك نكمل معاكم، هنا رحيتها ورايحة نديرها لي زيبيس. هنا كوكوت رايحة نعطيكم الزيتون، تلت ملاعق زيت برك، باسكو اللحم تاعي راه مشحم، رشة فلفل أسود وملح، هذا مكان. تبعوا معايا دوك نكمل معاكم الطريقة، ما تشوفوش للحم ولا تقولوا لي اللحم بزاف ولا بزاف، كاين اللي راكم إن شاء الله ربي كامل اللي يرزقنا وكامل اللي يرزقكم خواتاتي. دوك نكمل معاكم، نقليو اللحم بيان، شوفوا حتى يولي دوغي. مع الزيت والفلفل الاسود والملح، ما تكتروش الملح، الزيتون فيه الملح. وكي تشوفوه تقلى نرمي اللحم تاعنا. السر تاع الزيتون تاع العرس راه في التقليه البنات، رشه كركم غير رشه واحده نجمه الارض باش ما نغطوش على بنت الزيتون. نصف ملعقه زنجبيل، زنجبيل يكون ملحي جديد، ورانا نخلطو نديرو الغطاء ونخلوها تتقلى واحد 20 مينوت يا البنات. السر تاع الزيتون تاع العرس راه في التقليه، فوالا لازم تقلي اللحم يولي قريب دوغي وتعاود ترمي له الزيتون وراكي تقلي، ما نديرو ولا قطره ما، الزيتون راه يتقلى مع اللحم، هذا هو سر البنه تاع الطاجين الزيتون تاعنا. نضيف له ربطه قصبر ومعدنوس صغيره كيما شفتوها، انا قطعتها بديك القطعه السحريه اللي هرمتني من صبعي. ايا ونخلوه يتقلى واحد 2 مينوت ثاني، نعاود نص حبه طماطم ولا حبه طماطم تكون صغيره باش ما نغطوش على اللون تاع الزيتون، غير نص حبه كبيره ولا حبه صغيره بصح تكون طايبه وحمراء. توجو مبازيكم عليها طايبه وحمراء، ورانا نخلطو ونقليو. عود قرفه صغير غير صغير باش ما نغطيوش ثاني على البنات تاع الزيتون. شوفوا كي حمرته وكي قليته عطاني واحد لاصوص يا البنات، بلا ما ندير المعاق ده غير بتاع الطوماطيش واللحم المياه اللي طلقها، ما نحكيش لخواتاتي. انا واحد 20 مينوت بالك ولا اكثر وانا نقلي، هذا هو سر البنات تاع الزيتون، يجيكم خطير يا البنات. وخلطوا كي تشوفوه تقلى مليح مليح ولا دوري ولا صوص ولا تخطره وتقيله، والزيتون تقلى وتجمر، حتى الزيتون تعرفوا يطيب لكم كي الفرماج كي تقليو مليح وتجي فيه واحد الطراوه واحد البنه توب. المهم سقيت، ما تغطوش على الزيتون، قيسه قيس اللحم، ما تكثروش الماء، وغلقوا عليها وخلوها تطيب بعقلها، والنار شويه ناقصه ماشي زايده، ناقصه شويه على الزيتون. هنا البطاطا نديرو فلفل اسود، نصف ملعقه من تابل الشاورما، علبه التونه، رشه من فلفل دريس او فلفل حار،
هاد العجيجات يبغوا الفلفل شويه يعني شويه يجو حارين، ولا قرصه تاع هريسه اللي ما يبغوش الحار تكتفوا الا بالفلفل الاسود. بصح الرشه تاع الفلفل العكري تعطيه واحد البنه، فلفل دريس حار، ربع بصله مقطعه كيما راكم تشوفوا. دوك نولي معاكم، شوفوا الشربه فريك تاعي البنات، جات تغوي، جات كيما تاع العرس تهبل كيما خدمت خواتاتي. رميت لها جوا حار، الله الله، وربت قصبر في الكوزينه راها تعبق واحد البنه تشرح الخاطر. هاي ايوا راكم تشوفوا البطاطا تاعنا، وخلطت كي هذيك المكونات، قلت لكم غير قرصه تاع فلفل حار، ملح، بودره، ونخلطوا. من بعد ذلك نضيفوا لها زوج قطعات ولا ثلاثه تاع جبن. هنا ماناش رايحين نديرهم محشيين العجيجات تاعنا، رايحين كلش يتخلط في بعضه، يعني كلش يتخلط في البطاطا باش ما تظليش تتعبي وتحشي منها بالفرماج ومنها بالبيض ولا منها فرماج ومنها لحم، تخلطي كلش ويجي واحد البنه يا خواتاتي توب جي توب. هنا القهوه تاعي من السما راها طيب، وراني ندير لها في التوابل نموتوا عليها. انا نحلي بحبه تمر وشجوق ما حليب، جغاي ما حليب، هايا بازي ولي على جغايم. وعاده باش نشوفوا الزيتون كيفاش جاي البنات، على راسي شوفوا لاصوص ثقيله والبنه راهي في فمكم وصاي بصحتكم. هاي القهوه راهي من السما، شوفوا واحد القهوه تاني الكوزينه راها تعبق. انا نحلل بيها بشويه تاع قلب اللوز، هذه هي من الصغر كيما هكا الغالب ما نجيبش نقطعها، بصح ناكل شويه تمر وحبه تمر غير حبه. ها هو الخبز من السم اللي عملناه مع بعض في تحضيرات رمضان مع الزرارع وكاع، قبل ما نستعملوه يا البنات رجوا القاروره تاعكم ولا البورت مونجي ولا اللي راكم دايرين فيها، خلطوا مليح باش تعاود من جديد تتخلط المكونات. نكوروا، تبغوا ديروهم طوال تبغوا كويرات كيما انايا، ترمدوا في لافارين ومن بعد البيض ومن بعد لاشابلور. ولكن حيله استيس كي تبغوا ترفدوهم من الفارينه، شغل كوروا هذيك الحبه بين صباحتكم وفتحوهم باش الزياده تاع الفارينه يحبط في الطبسي، يعني يهبط يهود في الطبسي ينزل، يعني زائد تاع الفارينه. دوك تشوفوا كيفاش ندير للمبتدئات المساكين اللي ما يعرفوش، فوالا باش البيض يدخل لكم في الكره تاع الفارينه، خاطر كي يكون تكون فارينه مكوره بزاف ومرمدين بزاف تكون داير كره ما يتشربش البيض، فوالا هذه حيله استيس باش البيض يترمد لكم في العجيجات. ونديروهم مباشره، ما تخلوهمش يشربوا لكم البيض يتفتحوا لكم في المقله يولوا معجنين، مباشره من الفارينه للبيض للخبز من السم الملحي ديريكت، ما تخلوهمش وحدهم تعاودوا عاده باش ديروهم في الخبز الملحي، هذه حيله من حيل باش ما يتفتحوا لكمش في المقله. هنا البطاطا كي ترحوها وتكملوا وديروا لها لي زيبيس كلش، غطيوها وديروها في الثلاجه تبرد باش تشد لكم في المقله، ايضا حيله من حيل القليان باش ما تتفتح لكمش في المقله. ولا كي تشكلوهم كاع يعني قبل ما ديروهم في البيض والفارينه والخبز المنسم، هما مشكلين وغطوهم وديروهم في الثلاجه، من بعد عاد جوزوهم في الخليط اللي شفتوه وقليهم ما يتفتحوكمش، عن تجربه البنات. هنا رايحه نعطيكم تحليه، شوفوا درت غير فلون عادي تاع الفريز، فلون وارا يهبل يا البنات في الذوق، ودرت هذا الخليط تاع الفريز اللي درته لكم سلطه الفواكه في روتيني اللي جاز ولا اللي قبله، غير لي فريز تقطعوهم ديرهم شويه سكر حسب الذوق وزوج مغارف كبار ملعقتين ما زهر. شوفوا يا البنات واحد الذوق فوق الفلون تحسبوه ملكي، تحسبوها تحليه ملكيه، وهي غير فلون عادي تاع الفريز وتقطعوا الفريز وحده ديروا شويه سكر ملعقتين ما زهر ملعقتين وتخلطوه، تخلوه يبرد واحد 10 مينوت وتحطوه بارد فريش فوق الفلون. شوفوا يا البنات صدقوني ضربوا لي عليه واحد البنه تاع الفخاز مع المايزينا فوق الفلون، جربوها ونبغيكم تكتبوا لي في التعليقات. شوفوا تحليه اقتصاديه وسهله، بز صغير يديرها، بصح البنه ما نحكيكمش، هذه افكار روعه، جربوا هذه التحليه. شوفوا ما بغاوليش كاع التحليات، بغاو غير هذه تاع الفلون تاع الفريز والفلون العادي تاع نوار هذاك تاع الباكي تاع 2500. شوفوا ولا بالاحلام ذوق رهيب، تناسق الذوق تاع الفلون فريز مع الفريز بالكو تاع المازهر، يعني نقول لكم فيلم
كي تشكر لكم حالا راكم تلقوا البنة وراكم تلقوا واش هدرت. الحمد لله شهادة منكم، ونشكركم بزاف بزاف على تعليقاتكم الطيبة، وهي اللي راهي تحفزني وهي اللي راهي تزيد تقويني. مالغري مريضة، مالغري تعبانة، مالغري بصح نوف حنان المرأة الحديدية. بإذن الله تعالى نكمل معكم شهر رمضان، وادعوا لي ربي إن شاء الله يقويني. وراه جاي جديد، وراه جاية أطباق جد رائعة ومميزة ترقبوها. أنا حنان جداتكم تاع بكري، أنا نعطيكم البنة تاع بكري تاع زمان. حنان تعلمت الطبخ وفي عمرها 10 سنين، أنا كي كانت عندي 15 كنت يعني ما شاء الله كنت في الكوزينة ندير كلش. كنت شوفوا كنت مراو عليها الكلام في عمري 15 سنة، كنت العجينة نلعب بها لعب. ماشي راني نشكر في روحي، راني نوضح لخواتاتي باش تعلموا بنياتكم. هذه هي لأني من صغري نحب المطبخ، كانوا خواتاتي كبارات عليا متزوجات وانا في عمري 15 عام، وكانوا يجوا للدار يضيفوا ونحط لهم الطاوله ونقوم برمضان وندير لهم العجاج ودخلت الكاطو وانا صغيره، وكانوا يجوا يضيفوا ونقيمهم ونحط لهم. وكان كنت ما شاء الله ماشي راني نشكر يعني انسي جوغ ما تحصيوش شهاده من عائلتي من خواتاتي اللي كبارات عليا. ونقول لكم رايحه نحيي الاخت تاعي ناديه، اختي انت والزوج تاعك ليلو. نسلم عليكم بزاف ونهدي لكم هذه الطاوله، وادعوا لها ربي يشافيها ان شاء الله. مع السلامه، ما تنسوش اللايك، في امان الله.